حضرات المستمعين الأكارم، طائرة شهر رمضان الكريم قد وصلت. هذه الرحلة تصل في السنة مرة. قائد الرحلة القرآن الكريم، ورقم الرحلة 1442 هجرية. مسافة الرحلة من 29 إلى 30 يوما، ومدة الطيران من 15 إلى 16 ساعة في اليوم. الرجاء من المسافرين ربط حزام الإيمان والتقوى، والرجاء من المسافرين الصدقة وتفقد المحتاجين في هذه الرحلة والحفاظ على الصلاة. تنويه مهم: الرجاء من المسافرين طي كل أشكال الحرام والشبهات، تجنبا للمطبات أثناء الرحلة، والتزام العبادات والأعمال الصالحة. ونتمنى لكم رحلة موفقة مليئة بالصبر والتقوى، ابتغاء لرضا الله سبحانه وتعالى، ومع أروع رحلة في العمر. وكل عام وأنتم بخير. Ain't that